ويديروا اي فا اي خضره شيتو. اي خضره اي حاجه حبيتي ايمان ديريها ممكن ديريها. هايلة. المهم هنا تكون عندنا حبه البطاطا هما الوصفه الاصليه. يديروا الحبه البطاطا الكبيره ناخذوا الحبه تاع البطاطا كل واحد ولافاق كل واحد وحبته نبيكيها بالموس باش يعني طيب يدخلها طياب. ودرت لها رشيت عليها شويه ملح كما راكم تشوفوا في البابي وشويه ملح عليها من الفوق. ضروري يعني من الاحسن ماذا بيا السيدات يستعملوا لو بابي كويسون قبل لو بابي الومنيوم. يعني هذه كنصيحه الورق الالومنيوم مضر جدا للصحه. تهلاو في صحه وليداتكم ما ديروش مباشره الالومنيوم فوق الماكله تاعكم. غطيوها قبل بورق زبده من بعد باش نديروها في ورق الالومنيوم. يعني ما نديروش فيها الزيت ما نديرولهاش الزيت. درنا لها فقط شويه تاع الملح ونغلقوا عليها بهذه الطريقه ايمان هكذا نغلقوا عليها مليح ونحطوا الحبه تاعنا تاع البطاطا في لو بلاطو تاعنا وندخلوها للفرن حوالي ساعه. احنا راه مازال حنا شحال درجه الحراره على 180 حوالي ساعه حتى من بعد نفتحوها نرشقوا فيها الموس ولكن مسوها مسوها كان شفتوها شوفوها طرات وطابت. كي توجد البطاطا نخرجوها نفتحوا عليها هذاك الالومنيوم البابي كويسون اللي درناه ناخذوا موس نشقوها من الطرف للطرف لكن بلا ما نوصلوا للقاع تاع البطاطا. يعني ما نقسموهاش اون دو ماشي اون دو يعني نشقوها من في الوسط ونجيبوا مغرفه ونحاولوا نفرغوا الجوانب ونخليوها داخل يعني ما نخرجوش. هذوك البطاطا اللي خرجناها راح نضيفوا عليها مغرفه تاع الزبده ومغرفه تاع الفخوماج ونحركوها لداخل بلا فورشيت. نعاودوا نحاولوا نرجعوها مكانها باش نديروا لو فيد هذاك في الوسط ونبداو نعمروا باش حبينا. انا راح ناخذ زروديه مع الجلبانه نخلطهم وندير معاها شويه مايونيز راح تكون هي في لو فون الداخل. ومن الفوق راح نزين بشويه مايز شويه زيتون شويه كابر شويه طون نزيدو نديروا شويه فخوماج ونقدموها سخونه ونقول لكم هايله وبصحتكم. عجبتني ولا تبنينا حتى قبل ما ندوق. ايمان عندك تخايل هايله صحتكم وصحتنا معنا بصحتنا قبل ما تخلص الحصه. يعطيك الصحه ليلى.